من الهبوط بشكل اضطراري فوق أرضية مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة بعد تعرضها لمشكل تقني لدى دخولها المجال الجوي الجزائري. الطائرة أقلعت في الساعة 7 من صباح اليوم وقد وصلت إلى الدار البيضاء. وحسب شهادات من عين المكان فإن الركاب لاحظوا شرارات تتطاير من أحد جناحي الطائرة ليخطروا قمرة القيادة بالأمر، مما خلق نوعا من الهلع بينهم. بعد ذلك قام قائد الطائرة وهو ربان نيوزيلندي بوضع الركاب في الصورة وأخبرهم بقرار النزول الاضطراري بمطار هواري بومدين بعد الحصول على الترخيصات الضرورية من السلطات الجزائرية للطيران المدنية. وقد حطت الطائرة على أرضية المطار بفضل هدوء وحسن تعامل قائد الطائرة مع هذه الوضعية الحرجة، وحظي الحجاج المغاربة بعناية خاصة من قبل مصالح المطار، كما حرص القنصل العام للمملكة بالجزائر العاصمة وأعضاء السفارة المغربية على زيارتهم. دوليا وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدة